افتتح مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد والسفير الإيطالي لدى مصر ميكيلي كاروارني معرض الصورة الحية لتوت عنخ آمون الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة في الفترة من 31 من نوفمبر من عام 2022 بمدخل متحف الآثار بالمكتبة. وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته لافتتاح هذا المعرض الهام الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على أكبر كشف أثري في تاريخ علم الآثار، وهو العثور على المقبرة الملكية للملك الشاب توت عنخ آمون كاملة في وادي الملوك بالأقصر. من جانبه قال السفير الإيطالي إن هذا المعرض يقدم لزائريه صورة حية للحظات اكتشاف المقبرة الملكية للملك الشاب توت عنخ آمون، ويعكس مشاعر الترقب والانبهار التي صاحبت هذا الاكتشاف التاريخي. المعرض بيضم عدد من الصور التي تصور مشاهد عديدة لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الصحافة، في الكاريكاتير، وكذلك القطع الأثرية وأبرز الشخصيات ومعارض توت عنخ آمون في الخارج. طبعا ده حدث احنا بنبدأ به هذا الشهر، وعندنا أحداث كتيرة جدا في هذا الشهر تتحدث عن هذا الاكتشاف الأثري المهم، اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922 الذي يعتبر الحدث الأبرز وأعظم اكتشاف أثري في القرن 20 وفي العالم وفي مصر وفي كل الحضارات. اخترنا ان احنا نتكلم عن اشياء ربما اغلبها لم ينشر من قبل او لم يشار اليها من قبل، ركزنا فيها على عدد العمال المصريين اللي عملوا مع هوارد كارتر وكارنارفون في المقبره، حتى العمال البسطاء، عمال الحفاير، الناس اللي كانت بتجلب الماء والاكل والشرب للناس دي، ركزنا على طلبه كليه الاثار اللي بيزوروا المكان، الناس الزوار سواء الصحفيين سواء الأمراء أو الملوك والملك فؤاد خصوصا اللي زاروا هذا المكان.